تعالوا مع بعض نروح نشوف مع بعض تقرير من خلاله نتعرف أكتر على الكتب الأكثر مبيعاً خلال شهر سبتمبر، ونرجع على طول نبتدي حلقتنا ونبتدي كلامنا عن الأدب الساخر. يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً، وذلك في حلقة جديدة في نهاية كل شهر نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تنوعت كتب هذا الشهر بين الروايات وكتب التنمية البشرية والتاريخ. تصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً كتاب فن قراءة العقول للكاتب هنريك فيكسويس، ترجمة صمويل خيري، وترجم إلى 35 لغة. احتلت المركز الثاني رواية الحلواني ثلاثية الفاطميين للكاتبة الدكتورة ريم بسيوني، وهي ثالث الثلاثيات التاريخية للكاتبة بعد ثلاثية المماليك والقطائع. يأتي في المركز الثالث كتاب وقائع عربية للكاتب محمد المنسي قنديل، ويتحدث عن حكايات من التاريخ وخلاصة التجربة الإنسانية. ثم في المركز الرابع يأتي كتاب أم كلثوم وسنوات المجهود الحربي للكاتب والناقد الموسيقي كريم جمال، وهو محاولة للبحث عن وجه آخر لكوكب الشرق وكشف خفايا سيرتها. تحتل المركز الخامس رواية الكاتبة نورة ناجي سنوات الجري في المكان، تدور أحداثها حول العشر سنوات ما بين ثورة يناير وعام كورونا ومدى تأثير هذه المرحلة على جيل كامل. في المركز السادس جاءت رواية السرعة القصوى صفر للكاتب أشرف العشماوي، وهي عمل أدبي يجمع ما بين التاريخ والتشويق، ويأخذنا الكاتب في رحلة مثيرة مستوحاة من بعض الأحداث الحقيقية عن الطموح الإنساني والصراع السياسي. تختتم قائمة الأعلى مبيعاً برواية تغريبة القافر للكاتب والشاعر العماني زهران القاسمي، والتي فازت بجائزة البوكر للرواية العربية هذا العام.